بص تعالى، لا هاي هاي عرش الباب، وانا استفيد من كده ايه؟ مش مكتوب عندي بتجيبني صحيح عرش الباب وخلاص وشكرا. انا برضه استفيد من كده صحيح عرش الباب، تفرق معايا كدكتور بقى. واخد بالك ان زي ما قلنا ان في حاجه اسمها قلنا في سندرومز ومارفن سندروم، ده ممكن لو لقيتها هي عرش الباب تبدا تشوف بقيه الحاجات بتاعت هذا ايه؟ هذا السندروم. ده بالنسبه للاكزامينشن بتاع الهارت بلد، عشان في ناس سرحت. هفكر بعمل اكزامينشن للليبر الاول، بص على الفيستيبيول، ابص على الجامز والتيز، افتح الاورا الكافيتي، ابص اول حاجه على الروفوكس. دكتور هاي اصبر، لازم افكر دايما تكون مع المواطن ولا ممكن تكون حاجه تكون جدا. هو طبعا في سندرومز كتير بس ممكن تبقى حاجه تكون جدا، لكن هبص هذا ولقيت بقيت حاجات خلاص ما لقيتش بقيت. لازم يبقى مش لازم يبقى مؤمن. طيب رقم اثنين في الاورا كافيتي بروبر، احنا بصينا الاول فوق على 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 الروف، هنبص تحت على مين؟ التنك. على الفلور اللي هو مين؟ اللي هو التنك. بتعمل اول حاجه بتعمل انسبكشن للتنك، بتبص على التنك، هبص عليه ايه يا دكتور؟ هل اشوف فيه اتروفي ولا لا؟ بعض الناس اللي عندهم سي ان اس ديسوردر، عندهم هيمبليجيا او تبقى مشكله في البريم، ممكن تلاقي عندي اتروفي في التنك. هشوف الكلر بتاعه، هل هو نورمال كلر ولا في تشينجز في الكلر بتاعه؟ اشوف الموفمنت، تقول للبيشنت ريفيو يور تانك، ريلاكس يور تانك، موف تو ذا رايت، موف تو ذا ليف، اليفيت يور تانك، ديبريس يور تانك، بشوف الموفمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا تانك. رقم اثنين بتعمل انسبكشن للكلر بتاعه، هل هو نورمالي ولا في تشينج في الكلر؟ ولو تشينج اللي تشينج سببه ايه؟ ولو الموفمنت في ابنورمال ابنورمال ليه؟ ممكن بالمناسبة هو لو في ابنورمال موفمنت في الطن ممكن تكون مشكلة. هذا لو في لو البيشنت مثلا قلت له بالفيلتر طن طلع لسانك ولقيت لسانك راح ناحية العصب الثاني كرينيال نيرف رقم 12 هايبوكلوستال نيرف، وإذا عنده مشكلة ليجن في الهايبوكلوستال نيرف هل هو ابر موتر ولا لور موتر؟ هل مشكلة في النيرف نفسه ولا عنده حاجة في البرين؟ قلت له اللي وصلك البرين؟ ما هو التنج هو اللي قال لي، وأنا بصيت على التنج هو التنج اللي قال لي الراجل ده عنده مشكلة في البرين. منين من المجمل بتاع التنج؟ شخصت إن عنده حاجة، إن عندك مشكلة جالك جلطة قبل كده؟ أنت عارف منين يا دكتور؟ ابنورمال في المفهوم، مش مجرد ان انا بشوف مهم الدكتور واروح، لا ابدا مكان ترجم معلوماتك توصل للتشخيص الصح تكتسب ثقه المريض. يبقى بنشوف قلنا بنسبكت، بنشوف السيمتر بتاعته، بنشوف الكلر بتاع التانك. طبعا لما بتشوف الكلر بتشوف الدورسال سيرفيس او الدورسال سيرفيس والفنترال سيرفيس. التانك لما بنطلعها صوري بقى كده بتلاقي السيرفيس اللي فوق ده رف، والسيرفيس اللي تحت بيكون سموث سموث. طب بنسبكت الدورسال سيرفيس والفنترال سيرفيس والموفمنت والسيمتري، ونبدا زي ما قلنا نعمل كومنت على الحاجات دي. بشوف الدورسال سيرفيس وبشوف السايد وبشوف الفنترال سيرفيس واشوف هل في ألسر، هل في تشينج في الكلر، هل في تشينج في السيرفيس. واخد بالك كل الحاجات دي بتديك كي للدياجنوزس. ممكن يا دكتور حاجه سيستمك اشخصها من الطن؟ احنا لسه قايلين لو في سي ان اس ليجن يطلع من الطن، ممكن الاقي في انفكشن فانجل انفكشن على الطن، واخد بالك، او بكتيريال انفكشن. طب فانجل انفكشن ممكن يكون كورتيكوسترويد. انت بتاخد كورتيكوسترويدز؟ باخد كورتيكوسترويد، عندي ازمه شيست ازمه وباخد كورتيكوسترويد، او الراجل ده ديابيتك عنده اميونو ديفيشنسي، او اتش اي في انفكشن. واخد بالك من الحاجات اللي بتقول لي تعمل اميونو ديفيشنسي،
ممكن مش just change the tone, مش just change the color, لا أبدأ أترجم الحاجات دي. يبقى بشوف التانك تاني اهو الدورسال سيرفيس والفنترال سيرفيس وبشوف السايدز وابدا اعمل كومنت على الحاجات الكومنت العاديه برضو اللي احفظوها بقى هل في ارثر ولا لا هل في ماس ولا لا هل في ابنورمال بالموفمنت ولا لا طبعا برضو بدور عشان حته الماس اللي دايما بنركز عليها للناس اللي هم الهيفي كرونيك سمول هارتس اكيد يا شباب دايما بنركز على الناس اللي هم هيفي كرونيك سموكرز واحد سموكرز في 30 سنه ولا انا بدخل وانا عندي مثلا 10 سنين وانا عندي مش عارف 12 سنه دي 25 سنه في ناس خبره يعني في التدخين يعني لا معديه اللي عادي فاي ماس او اي ليه لازم افكر فيه هو يقول ايه كان كمل مالجنت ايه مالجنت نعم 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 والله ما طيب اخر حاجه احنا ماشيين سيستميك شفنا الروف وشفنا والتانج ديبريسور بتاعي تمام واشوف ايه واشوف الاورو فارنكس او الفارنكس طيب هبص على ايه الفارنكس سيبنا من الكلام ده محدش بص عليه أبص عليه إيه اللي يهمني أبص عليه في الوصف رقم واحد التونسل رقم واحد التونسل هشوف هل هي نورمال واخد بالك ده منتشرة ولا فيها كوندستت وعليها ديتشارج أو عليها بص لو نورمال نورمال مفيش مشكلة طب عليها ديتشارج أو ريدش أو كوندستت أو واتيفر يبقى ده حاجة اسمها تونسل لايتس حاجة اسمها تونسل لايتس بيشتغل ممكن أطفال أو حتى الكبار مع الطفل الصغير أول حاجة يقول لك مثلا والد الطفل أو والدته تقول لك هذا الطفل عنده سكونة أو أطفال أول حاجة تبدأ تفكر بتعمل انتجريشنز مين؟ هل هي نورمال في السايز وفي الكالر ولا في تشينج في السايز وفي الكالر لو هي لارج وكونجستد أو لارج وكونجستد وفي باص عليها يبقى هذا المريض عندي حاجه اسمها تونسل يبقى رقم واحد يا شباب في الاوروفارنكس بنبص على ايه؟ على التونسل الحاجه الثانيه اخر حاجه في الاورال كافيتي بوستيري الموست بوستيري خلاص شفت كل حاجه فاضل اخر الموست بوستيري اللي هي البوستيري وول بتاعه الفارنكس لما اروح البيت كده وابص في الميرور الموست بوستيريلي هي البوستيريلي الوول بتاعه الاورو فارنج ببدا اعمل كومنت عليها واشوف نفس الحاجات اللي بنشوفها هل فيها ديتشارج هل في ارثر هل في ماس تمام الحاجه الاخيره في الفارنجز في حاجه اسمها السوفت بالك حاجه اسمها اتفقنا اللي قدام ده بيسميه ايه اللي ورا اسمه سوفت بالك بتكومنت على السوفت بلد اللي هو الماس اللي نازله في الميد لاين دي بسميها اليوف اللي لو انت بصيت كده تروح البيت بتاع الميرور تلاقي في ماس نازله في الميد لاين هي دي السوفت بلد والجزء اللي نازل منه ده بنسميه اليوف اللي هو ده اليوف اللي دي او السوفت بلد ده اعمل كومنت على ايه فيه الحاج ها وتاني والكالر وتاني السايد بتاعه واخد بالك والموفمنت يعني ايه سايد ويعني ايه موفمنت لما تقول يا دكتور تعمل لي كومنت على السوفت بالك من حيث السايد ومن حيث ايه ومن حيث الموفمنت فهمت معايا ممكن هو نورمالي موجود في الميد لاين طب خليت بصيت لقيته شيفت تو وان سايد أو في abnormal movement. abnormal movement يعني إيه؟ يعني normal لما عمله touch يحصل له elevation. كلا حصل touch عملت touch للسوفت بلد وما فيش elevation.
يبقى الراجل ده او المريض ده ممكن عنده حاجه في الكرينيا النيرف بتاعته هي اللي عامله هذا الاسيمتري او الابنورمال. واخدين بالنا يا شباب؟ عشان ان شاء الله لما ناخد سي ان اس او نتكلم شويه على الكرينيا النيرف اكزامينيشن، الحاجات اللي انا وديها هي بتاعت الكرينيا النيرف، خش امتحان بتاع الكرينيا النيرف ان شاء الله بالكلينيكال سكيلز او وات ايفر، بيقول لك ازاي تعمل اكزامينيشن للهيدروس النيرف. وانت تعمل اكزامينيشن للهيدروس النيرف؟ لا، هتعمل اكزامينيشن للتبع بتاعه، عمليه التبع بتاعه الطرف. يبقى خدت مننا ايه؟ حطيت هنا، استفدت من ده لده، خدت من الاورو فارنس واشتغلت على 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 الاكزامينيشن ذا كرينيا النيرف. خدت بالنا يا شباب؟ فالمعلومه ايه؟ دايما بتخدم بعضها. اخر حاجه، طب في اي اسئله؟ طيب اخر حاجه طبعا بنعمل ايه؟ الطالب اللي بيوصل الكتير بنعمل فيه ايه؟ بنسبيك لايفه ونحطه؟ نشكر البيش. حد يحب طب يلبس البيت نيرو ويعمل جيميشن طيب؟ ويمسك بتاعت الجيميشن ممكن يكون يطلعوا ويعملنا